مساء الخير. النهاردة إن شاء الله هناخد المحاضرة التانية second lecture اللي هي خاصة بال principles of accounting 2 اللي هي financial accounting 2. النهاردة إن شاء الله يا شباب هناخد موضوع جديد عن حاجة اسمها depreciation، الإهلاكات. طبعا زي ما طبعا اتكلمنا قبل كده في المحاضرات السابقة، اتكلمنا عن كلمة depreciation معناها كلمة إهلاك أو استهلاك. أي حاجة بتشتريها وبتستخدمها بتحصل لها عملية depreciation. depreciation ده بيظهر إمتى؟ بيظهر عندك في أي assets، في الفيكسد ولا في الكرنت؟ لا، depreciation بيظهر عندك دايما في الفيكسد assets. فطبعا عندك الفيكسد assets بيحصل لها depreciation ما عدا طبعا الايه ما عدا اللاند. حضرتك اي حاجه، اي ايتمز من الفيكسد assets بتحصل لها depreciation. زي ايه؟ زي الماشينز، زي الاكويبمنتس، زي البيلدينج، زي الكارز، زي التراكس، ما عدا الايه ما عدا اللاند. اللاند الحاجة الوحيدة اللي ما بيحصل لهاش ديبريشيشن اللي هي اللاند. ده الحاجات الايتمز اللي المفروض اللي في الفيكسد اسيتس اللي بيحصل لها ديبريشيشن ليها. فطبعا هنقرا مع بعض اول بروبلم من سيادتك، ان هو طالب من سيادتك البروبلم اللي انا الظاهر اللي قدامك على الشاشه، طالب ان حضرتك تحسب compute the amount of depreciation expense for two methods. حضرتك انت عندك the depreciation، عندك you have two methods. The first method is the straight line method والsecond method is the units of production or declining method. حضرتك في طريقتين من احد طرق الديبريشيشن. الطريقه الاولانيه الفيرست ميثود اللي هي بطريقه الستريت لاين، والطريقه الثانيه اللي هي باستخدام اليونتس اوف برودكشن. تعال نقرا مع بعض البروبلم الاولانيه وهنشوف البروبلم الاولانيه عباره عن ايه. قال لك بيلز بايزز purchased a small delivery truck on 1 January 2016. الكوست بتاعتها 130,000 Egyptian pounds. الاكسبكتد سالفج فاليو، القيمه اللي هي المفروض القيمه المتبقيه المتوقعه ب 10,000. والاستيميتد يوسفول لايف، وقال لك ان والمتوقع الاستيميتد اليوسفول لايف بتاعتها 5 years. وقال لك الاستيميتد يوسفول لايف ان ميلز 10,000 ميلز. قال لك ذا تراك ووز دريفن 10,000 ميلز. قال لك ان التراك نفسها المدفوعه دفعت منها 10,000 ميلز 10,000 ميلز ان 2016 اند 2000 سوري اند تو اند 20,000 ميلز ان 2017. قال لك في 2016 2016 قال لك ذا تراك ووز دريفن ب 10,000 ميلز ان 2016 اند ذا تراك ووز دريفن 20,000 ميلز in 2017. في الريكواير نمبر 1 طالب من سيادتك how to compute or how to calculate the amount of depreciation expense for 2016 and 2017 using the following methods. بالنسبة طبعا الفيرست ميثود بالستريت لاين، والسكند ميثود by units of production. تعال نشوف مع بعض. وبعد كده نمبر 2 طالب في السكند ريكوايرد prepare the journal interest needed. يعني هو دلوقتي طالب من سيادتك ان انت ازاي تحسب how to calculate or how to compute the amount of depreciation expense by the straight line and by units of production methods. وبعد كده تاني حاجة في second required طالب منك how to prepare the journal interest needed. هنشوف اول حاجة في solution عند سيادتك حضرتك ازاي تحلها بطريقة the straight line depreciation method. طبعا بطريقة الـ straight line depreciation method عبارة عن ان انت حضرتك بتحسب الـ annual depreciation expense اللي هي مصروفات الإهلاك بتاعتك السنوية. مصروفات الإهلاك بتاعتك السنوية عبارة عن ايه؟ عشان تحسب how to calculate the annual depreciation expense عبارة عن الـ cost، التكلفة بتاعته، قيمة الحاجة اللي انت شاريها الـ cost بتاعتها، وبشيل منها الحاجة المتبقية القيمة اللي اتبقى معاك دلوقتي عشان تشوف اللي انت استخدمته اللي استهلك منه كام. فعبارة عن انت بتجيب الكوست وبعد كده minus السالفج فاليو divided by الاستيميتد يوسفول لايف اللي هي اليرز اللي هي عدد العمر الافتراضي بتاع الايه التراك نفسها. ان طبعا انت عندك الاصل نفسه الاسيت بتاعت الاسيتس الموجودة في المسألة اللي هي التراكس اللي هي التراك اللي هي الشاحنة. طيب
فهو بيقول لي سيادتك انا عايز احسب الشاحنه نفسها، قيمه الشاحنه اللي انت جايبها القيمه نفسها بتستهلك بمعدل قد ايه. فهو بيقول لي سيادتك عشان تحسب، عشان تعرف السنه دي التراك هتستهلك الاستهلاك مصاريف الاهلاك بتاعتها السنويه الخاصه بالتراك هتدفع كام بطريقه الستريت لاين ديبريشيشن ميثود. عباره عن ان انت هتقول الانيوال ديبريشيشن اكسبنس ايكوال الكوست ماينس السالفج فاليو ديفايدد باي الاستيميتد useful life. طيب طبعا الكوست عندك كام اصلا التراك؟ التراك انت جايب الكوست بتاعتها كام؟ 130 ايه 130,000 ايجيبشن باوندز ماينس السلفج فاليو القيمه المتوقعه اللي هي المتبقيه اللي هي 10,000 ايجيبشن باوندز ديفايدد باي اللي هي بيقول لك بقى الايه بقى الاستيميتد يوسفول لايف اللي هي القيمه بتاعت الدوره اللي هي العمر الافتراضي بتاعها المتوقع كام سنه، العمر الافتراضي المتوقع بتاعتها كام سنه؟ 5 سنين 5 years. يبقى فور ناو هاو تو كالكوليت ذا انيوال ديبريشيشن اكسبنس هيبقى عباره عن ايكوال الكوست ماينس السالفج فاليو ديفايدد باي الاستيميتد يوسفول لايف. يبقى ال 130 1000 اللي هي الكوست اهو مدالك في المساله جيفن، وبعد كده بشيل منها ماينس السالفج فاليو اللي هي 10,000 ديفايدد باي ال 5 ييرز يبقى ايكوال 24,000 ايجيبشن باوندز ذات ديبريشيشن اكسبنس بير يير. يعني هو بيقول لك كل سنه قيمه التراك نفسها بتقل بنسبه كم المبلغ، يعني انت جايب التراك ثمنه قيمه الكوست بتاعتها 130 كل سنة بيقل كم من ثمنها؟ 24,000 Egyptian pounds اللي هي depreciation expense per year. يبقى for now how to recording in the journal حضرتك بتعمل journalize interest هتقول items debit credit. أول حاجة طبعا ال depreciation. ال depreciation in account ده بيعتبر بالنسبة للشركة بالنسبة for this company debit ولا credit؟ ال depreciation ده بيعتبر بالنسبة for the company expense، وال expense in nature بتاعها debit ولا credit؟ debit. فيبقى كده هنقول automatic. يبقى لما تيجي تعمل how to recording in the journal interest هتقول depreciation expense by debit and by credit بنسميها طبعا بنقفلها بتعملها closing with a accumulated depreciation. يبقى حضرتك لما بتيجي تعمل interest بال depreciation expense by debit بتعملها closing بتقفلها مع الايه closing with accumulated depreciation كان بقى which number باللي هي 24,000 Egyptian pounds ب 24,000 Egyptian pounds. يبقى كده احنا عملنا الطريقة اللي هي الـ compute the amount of depreciation expense، ان حضرتك ان انت ازاي حسبت الـ compute the amount of depreciation expense by الـ straight A بالـ straight line. طيب الطريقة التانية بقى اللي هو طالب من سيادتك بطريقة ان انت ازاي تحسب how to compute or how to calculate the amount of depreciation by units of production بطريقة الـ units of production بقى بطريقة تانية بطريقة عدد وحدات الانتاج، ازاي تحسبها بطريقه عدد وحدات الانتاج. فهو بيقول لسيادتك انت عندك سنتين مديها لك بالميلز، مره هتحسبها ب 2016 ومره هتحسبها ب 2017 بالميلز. فهنمسك اول حاجه هنحسب سيادتك ان انت هتحسب 2016 الديبريشيشن اكسبنس، ومره هتحسب 2017 الديبريشيشن اكسبنس. يبقى كده انت حضرتك الديبريشيشن اكسبنس هتحسبها مرتين، مره ب 2016 ومره ب 2017. طيب ال 2016 depreciation expense عبارة عن ايه؟ هي نفس الفكرة بالظبط، نفس الايكويشن اللي فوق بالظبط زي الستريت لاين ميثود، بس هقول لك الاختلاف بايه. هتقول الكوست ماينس السالفج فاليو ديفايدد باي، بس بدل ما هنستخدم الاستيميتد يوسفول لايف هتستخدم الاستيميتد يوسفول لايف ان ايه؟ ان ميلز. in meals اللي هي اهي الاستيميتد يوسفول لايف ان ميلز اللي هي بيقولوا عليها ذات مينز التوتال استيميتد لايف ان يونتس او اورز اور ميلز، ان انت بتجمع التوتال عدد الايه التوتال استيميتد لايف على حسب المساله اما ان يونتس اما ان اورز او ميلز. طبعا هنا في المساله بيتكلمك عن الايه عن الميلز، وهضربها في multiply the number of units produced أو the number of hour used أو the number of meals driven during the year. طيب تعال نشوف الكلام ده نحلها ازاي. بيقول لي سيادتك هو التراك نفسها كان الكوست بتاعتها كام؟ 130، واشيل منها الاكسبكتد سيلفج فاليو بكام؟ ب 10,000 ديفايدد باي التوتال ميلز بتاعتها كام؟ الاستيميتد يوسفول، قال لك الاستيميتد يوسفول لايف ان ميلز ب 10 ايه؟ ب 10,000 ميلز، واضربها مالتيبلاي في التراك في ذا تراك ووز دريفن اللي ايه بقى التراك ووز دريفن كام عندك فور ميلز؟ ب 10,000 ايه؟ ب 10
اهي ب 10,000 ميلز، يبقى كده معناه ان هناخد 130 ماينس 10 سوري ماينس 10 ديفايدد باي 100 مالتيبلاي 10,000 ايكوال هيدي لك كام المبلغ 12,000 ايجيبشن باوند، ده ديبريشن اكسبنس باي 2016. يبقى فور ناو لما تيجي تعمل هاو تو ريكوردنج ان ذا جورنال هتحسبها ازاي؟ نفس القصه، الديبريشن ان اكاونتنج اكسبنس ولا ايه؟ ولا ده ريفينيو؟ طبعا ديبريشيشن معروف ان ذيس كومباني دي اكسبنسز، والاكسبنسز اصلا النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت؟ ديبت. فبالتالي طبعا هتقول الديبريشيشن اكسبنس بكام الرقم اللي انت طلعته ب 12,000، وهتعمل لها كلوزنج باي اكيوميليتد ديبريشيشن اللي هي ب 12,000. طبعا كده حضرتك انت حسبت الديبريشيشن اكسبنسز بكام؟ ب 2016. طب دلوقتي طالب من سيادتك ان انت تحسب برضو تاني مره الديبريشيشن اكسبنسز ب 2016، هتحسبها ازاي؟ هي نفس الفكره، هتقول الكوست، الكوست ثمنه كام؟ التكلفه التراك اللي انت شاريها قيمه التراك نفسها كان قيمتها كام؟ 130، واشيل منها الاكسبكتد سالفج فاليو القيمه المتبقيه اللي هي المتوقعه كام؟ 10,000. يبقى اللي انت استخدمته كام؟ بكذا، يبقى 130 minus 130,000 minus 100,000 divided by التوتال. ايه بقى التوتال؟ مي التوتال استيميتد لايف ان ميلز، اللي التوتال استيميتد لايف ان ميلز كان كام عندك بالميل؟ بال 100 ايه؟ بال 100,000 ميلز، واضربها في مالتيبلاي ان عدد بقى ايه النمبر اوف يونتس بروديوس. ايه بقى سوري بقى مش هنضربها في البروديوس، النمبر اوف ايه؟ النمبر اوف ميلز دريفن ديورينج ذا يير. النمبر اوف ايه بقى؟ اوف ميلز دريفن ديورينج ذا يير كام عندك؟ النمبر التراك ووز دريفن اللي انا مديها لك بال 10,000. طبعا هنا مره بال 10,000 2016 2016 و2017 2017 كام عندك؟ ب 20,000 ميلز. يبقى هتضربها مالتيبلاي ب 20,000 ميلز، مره بتضربها مالتيبلاي ال 10,000 ميلز 2016 ومره ات وانس ب 2000 ميلز باي ذات 2017، هيطلع معاك ويتش نمبر 24,000 ايجيبشن باوندز. يبقى فور ناو هاو تو ريكوردنج ان ذا جورنال، هتعمل جورنالايز انترست برضو ذا سيم، هتبقى ايتمز ديبت كريدت كام الرقم اللي انت طلعته؟ طبعا 24,000 الديبريشيشن ده ان اكاونتنج طبعا اكسبنس، والاكسبنس النيتشر بتاعها ديبت ولا كريدت؟ ديبت. فبتكتب على انها ديبريشيشن اكسبنس، وبتعمل لها ايه بقى؟ كلوزنج باي اكيوميليتد ديبريشيشن ويتش نمبر 24,000 ايجيبشن باوندز. يبقى كده حضرتك حسبنا الايه الديبريشيشن مره بطريقه الستريت لاين ميثود، ومره بطريقه الايه اليونتس اوف برودكشن. بطريقه اليونتس اوف برودكشن مره انت حسبتها بسنه 2016 ومره حسبتها ب 2017، مره ب 2016 ومره ثانيه ب 2017. وهو طبعا دلوقتي كده يبقى انا حققت الريكوايرد اللي في المساله بالنسبه لك، حققت ان انت عملت الكمبيوت ذا اماونت اوف ديبريشيشن اكسبنس فور 2016 اند 2017 using the following methods by straight line and by units of production. And number two عملت ازاي تعمل prepare the journal interest needed. طيب كده يعتبر خدنا بروبلم صغيرة عن ان انت ازاي، انا كنت بعلمك ان انت ازاي تحسب الديبريشيشن، اي ديبريشيشن خاصة بالفيكسد اسيتس او خاصة بالبلانت اسيتس، بالفيكسد اسيتس او بلانت اسيتس ازاي تحسب الديبريشيشن بتاعتها. عشان تحسب الديبريشيشن بتاعتها بتحسب الديبريشيشن عندك يو هاف تو ميثودز، يا اما بطريقة الستريت لاين ميثودز اما بطريقة اليونتس اوف برودكشن على حسب المسألة، اما يديلك باليونتس او بالميلز. هنا كان في المسألة دي كان بيديلك ميلز، وطبعا القاعده بتقول لك يا اما تحسبها باليونتس يا اما بالاورز يا اما بالميلز على حسب المساله. هنا المساله البروبلم اللي انا كنت مديها لك كان مديها لك بالميلز، بدل من الميلز اديها لك بالاورز، بدل من الاورز اديها لك باليونتس. هي نفس الفكره، بس بتشيل كلمه ميلز، لو هي جت بالاورز يبقى تحط بدلها اورز، لو بدل اورز يبقى يونتس، يبقى بدل الاورز بتكتب بدلها ايه؟ يونتس، على حسب صيغه المساله اللي هو طالب من سيادتك ان انت تتحل بأني اسلوب. هو هنا بيقول لك كنت عايزها بطريقه اليونتس اوف برودكشن، اليونتس اوف برودكشن اللي هو قصده في المساله بالايه؟ بالميلز، يا اما على حسب المساله يا اما بالميلز يا اما بالاورز يا اما بالايه؟ يا اما باليونتس. طيب دي كده بروبلم اهي اتشرحت خاصه بالديبريشيشن.
هناخد بروبلم تانية نفس المحاضرة اللي اتشرحت المرة اللي فاتت، اللي هي خاصة بالادجاستنج انترست. طبعا هنا نفس المسألة بالظبط اللي فاتت، بس الاختلاف ان طبعا ان احنا هنزود عليها الانكم ستيتمنت والبالانس شيت. طبعا هنا المسألة المرة اللي فاتت انا شرحت الادجاستنج جورنال وشرحت الادجاستد ترايل بالانس. فاضل بقى عشان اكمل بقية البروبلم اللي فاضلة عندي في بروبلم نمبر 2، ان انت محتاج تعمل سيادتك هاو تو بريبير ذا انكم ستيتمنت اند بالانس شيت. طيب ناخد كده مراجعة سريعة على البروبلم اللي قدام سيادتك اهي، على بروبلم 2 في الجيفن ذا فولوينج ان ادجاستد ترايل بالانس ب 31 ديسمبر 2018. ادي ترايل بالانس اللي هي الان ادجاستد ترايل بالانس، وطالب من سيادتك تعمل بريبير ادجاستنج جورنالايز من خلال الاديشنال انفورميشن. في بيانات، في معلومات اضافية خاصة بالاديشنال انفورميشن. طالب من سيادتك يو نيد تو ميك ذا موديفيكيشن فور ذيس ايتمز، محتاج ان حضرتك تعمل موديفيكيشن لهذه البنود دي عشان حضرتك تعمل لها adjusting interest. ازاي بقى؟ how to prepare adjusting journalize. نفس القصة، مراجعة كده سريعة ريفرش على الكلام اللي احنا قلناه مرة اللي فاتت. قال لك insurance was paid for 3 years، قال لك ال insurance was paid for 3 years، يبقى for now اهو هنا، يبقى هنا على انها دي prepaid insurance. ال prepaid insurance بكام؟ 150، يبقى 150 divided by 3 يبقى equal 50,000. طبعا دي ال insurance expense، وال expense by debit. يبقى لما تيجي تعمل how to recording in the journal هنقول ان هي insurance expense by debit and by credit prepaid a insurance ب 50,000. طبعا هنا ال explanation adjusting prepaid a insurance اهو نفس الكلام اللي حضرتك بتعمله، او نفس الكلام اللي شرحته مرة اللي فاتت بالظبط بتعيده تاني، او نفس البروبلم اللي انا قلته لك مرة اللي فاتت. ارجع كده للفيديو للشرح اللي انا قلته لك المرة اللي فاتت، ماشي؟ هو نفس الكلام بنعيده تاني، اللي هي خاصة بال prepare adjusting journalize. الحل بتاع ال prepare journal prepare adjusting journalize ان انت بتعمل journalize interest من خلال additional information خاصة بال prepaid expense، خاصة بال prepaid insurance expense، خاصة بال supplies machines. هنا الماشينز كان بيتكلم عن depreciation، عن depreciation بال straight line method. هنا كان بيتكلم عن ال unearned fees revenue. هنا كان بيتكلم عن الاكرود ريفينيو، هنا كان بيتكلم عن الاكرود سالاريز، هنا كان بيتكلم عن البريبايد ايه، بريبايد رينت. وهو طبعا نفس المساله اللي شرحتها المره اللي فاتت، ازاي ان انت كنت بعلمك ان انت ازاي تحسبها بطريقه، وازاي تعمل ريكوردنج ليها، هاو تو ريكوردنج باي ذا ادجاستنج انترست اند باي ادجاستد ترايل بالانس. نفس الخطوات اهي، بس هنا طبعا في غلطة، هي مش مفروض ان، هتبقى adjusted على طول عشان دي adjusted بتاعتنا. تمام، ده الكلام اللي انا قلته المرة اللي فاتت. دي واحدة عشان نبقى مع بعض. تمام كده. طيب ندخل بقى على الخطوة اللي بعديها. طالب من سيادتك تعمل الانكم ستيتمنت. طبعا عشان تعمل الانكم ستيتمنت، هتعمل الانكم ستيتمنت ازاي؟ بتعمل سكادجول عبارة عن ايتمز سب توتال وبعد كده توتال. طبعا معروف ان الفيرست ستيب باي انكم ستيتمنت ببتدي بالريفينيو، بشوف انت بيجالك ريفينيو قد ايه، وبشيل منها الاكسبنسز عشان في الاخر تطلع البروفيت بتاعتك. طيب اول حاجه الريفينيو، عشان تحسب الريفينيو، الريفينيو عندك عباره عن ايه؟ بص عندك في الادجاستد ترايل بالانس، من خلال الادجاستد ترايل بالانس طلع كده الحاجات اللي خاصه بالريفينيو. كاش دي ريفينيو؟ لا. لاند ريفينيو؟ لا. سبلايز ريفينيو؟ لا. بريبايد انشورانس ريفينيو؟ لا. اي حاجه فيها ريفينيو هتقابلني معاها، هي دي بناخدها معانا على انها ايه، على انها ريفينيو. الريفينيو عندك كلمه ريفينيو، لا، الان ايرنت فيز ريفينيو دي مش تبع الريفينيو. الفلوس اللي انت واخدها خلاص، حققت بيها ايراد دخل بيها الشركه بشكل رسمي، فبالتالي يبقى عندك الريفينيوز اللي موجود عندك هما اتنين بس، رقمين اللي هما خاصه بالريفينيو، الفيز ريفينيو والكوميشن ريفينيو. الفيز ريفينيو كان عندك بكام؟ ب 260، والكوميشن ريفينيو بكام؟ ب 450. اهي 260، ايوه اهي، و 450 ده الريفينيو. يبقى التوتال ريفينيو عندك 710، ده يعتبر ده التوتال ريفينيو عندك. ان انت بص على بقيه المساله كلها مفيش ريفينيو تاني، هي الريفينيو، الفلوس الريفينيو اللي حققت بيها ريفينيوز خلاص، اللي هي خاصه بالفيز والكوميشنز. طيب بشيل منها بقى الاكسبنسز. الاكسبنسز بقى اي حاجه هتقابلني كلمه اكسبنسز
بنخصمها. الاكسبنسز اللي هي عباره عن ايه؟ طبعا اللي فوق مفيش اي حاجه في كلمه اكسبنسز. الاكسبنسز بقى عندك مين؟ السالاريز اكسبنسز، ادفرتايزنج اكسبنسز، يوتيليتيز اكسبنسز، رنت اكسبنسز. اهم الاربعه دول مبدئيا هناخدهم. السالاريز اكسبنسز بكام؟ ب 70، والادفرتايزنج اكسبنس ب 70، واليوتيليتيز اكسبنس ب 50، والرنت اكسبنس ب 5، وايه تاني عندك؟ وعندك الديبريشيشن اكسبنس ب 30، والانشورنس اكسبنس ب 50، والسبلايز اكسبنس ب 7. اهو نقلناهم. اي حاجه كلمه اكسبنسز بن ايه بناخدها معانا وبنقيدها. طبعا بنجمع التوتال اكسبنسز يطلع كام معاك؟ 282000. يبقى كده بالتالي يبقى التوتال ريفينيو ال 710، بشيل منها التوتال اكسبنس. طبعا لما بطرح منها بتعمل يو نيد تو ميك ذا ديدكتد، طبعا هتبقى بتوين براكتس اهي زي ما انا عامل اهو كده سيادتك. خلاص يبقى 710 minus or by deducted 282، يبقى هيتبقى معاك profit بكام؟ 428000. يبقى كده يبقى الشركة بتحقق لي to achieve the net profit by this company which number 428000 Egyptian pounds. يبقى for now how to calculate the net profit, the total revenue minus the total expenses equal the net profit. كده يبقى انا عملت الانكم ايه؟ عملت الانكم ستيتمنت. الخطوه الرابعه والاخيره، طبعا انا بعمل الانكم ستيتمنت ليه؟ عشان اشوف الشركه او المؤسسه كسبانه ولا خسرانه، فانا عايز اعرف ان الشركه دي بتكسب قد ايه او خسرت قد ايه، فعشان كده بعمل لها انكم ستيتمنت. فانت بتعمل انكم ستيتمنت عشان تعرف انت كسبان بقد ايه، عشان تعرف انت كسبان بقد ايه، انت كسبان ولا خسران، فبتعرف من خلال الانكم ستيتمنت بتاعتك. طيب البالانس شيت، البالانس شيت ده بيتعرف على الموقف المالي بتاع الشركه من خلال الاسيتس واللايبيليتيز اند اونرز ايكويتي. الاسيتس اللي هي مي بي كلاسيفايد انتو تو ايتمز، فيكسد وكرنت، واللايبيليتيز والاونرز ايكويتي. طيب نمشي مع بعض خطوه خطوه. هنا البالانس شيت اهو اللي واضحه قدامك في الاجابه سيادتك، بتعمل سكادجول وبتقسمها نصين عباره عن اسيتس، والناحيه الثانيه بتبقى لايبيليتيز اند اونرز ايكويتي. الاسيتس طبعا متقسمه حاجتين، may be classified into two items, current assets and fixed assets. ال current assets كام بقى عندك؟ شوف بقى الحاجات اللي من الترايل بالانس، ان حضرتك كل الايتمز اللي موجوده هنا في سيادتك دول هيروحوا لمكانين. بعد ما حضرتك بتعمل ترايل بالانس افتر ادجاستنج، الايتمز دي جزء منه هيروح للانكم ستيتمنت وجزء تاني هيروح للبالانس شيت. فالحاجات اللي راحت للانكم ستيتمنت خلاص احنا اوريدي ايه؟ اوريدي خدناها. فهنعلم كده بالبولد عشان ما نتلخبطش. الحاجات اللي احنا خدناها في الايه؟ في الانكم ستيتمنت عشان مش هنرجع لها تاني. او الفيز ريفينيو والكوميشن ريفينيو اعملها بالبولد، تمام اهو. وخدنا السالاريز اكسبنسز والادفرتايزنج واليوتيليتيز والرنت، خدناهم تبع الاكسبنسز. وخدنا كمان الديبريشيشن اكسبنسز، خدناها برضو في الانكم ستيتمنت. وخدنا كمان السبلايز اكسبنسز برضو خدناها في الانكم ستيتمنت. فحضرتك هو الكلام اللي موجود عندك هنا في البولد اللي معمول بالبولد هو دي خلاص اوريدي استخدمناهم في الانكم ستيتمنت. اللي فاضل بقى اللي ناقص هو ده اللي حضرتك هنبتدي نوزعهم في البالانس شيت. هنوزعهم ازاي بقى في البالانس شيت؟ هنمسك ايتم ايتمز وهنشوف الحاجات اللي بتخص الاسيتس والحاجات اللي بتخص اللايبيليتيز والحاجات اللي بتخص الاونرز ايكويتي. الكاش، الكاش دي بتتحط فين؟ في الاسيتس ولا في اللايبيليتيز؟ معروفه في الرولز عندك بتحط في الاسيتس. فين في الاسيتس؟ في الكرنت ولا في الفيكسد؟ لا بيتحط في الكرنت، فبالتالي يبقى الكاش بيتحط في الكرنت اسيتس. بكام النمبر؟ 700 اهي، حطيناها بال 700000 الكاش. اللي بعده اللاند، اللاند كام؟ ب 900. اللاند بتحط فين؟ معروف يا جماعه عشان ما تتلخبطوش، الارقام اللي محطوطه كلها في الديبت بتتحط في الاسيتس، والارقام اللي محطوطه كلها في الكريدت بتتحط في اللايبيليتيز اند اونرز ايكويتي عشان ما تتلخبطش. يبقى الارقام اللي ظاهره عندك كلها في الارقام اللي ظاهره عندك في الديبت في الترايل بالانس في الادجستد ترايل بالانس هي دي اللي هتتحط في الاسيتس، وهتشوف هيتحط فين في الاسيتس، يا اما في الفيكسد يا اما في الكرنت. والارقام اللي ظاهره عندك في الكريدت في الترايل بالانس هي دي اللي حطها يا اما في اللايبيليتيز يا اما في الاونرز ايه، يا اما في الاونرز ايكويتي. طيب هنا اللاند طبعا معروفه ان هي بتتحط في الفيكسد بكام؟ ب 900. يبقى هنا يبقى الحاجه اللي انت عملتها خلاص بعمل عليها بولد، يبقى الكاش خلاص اتحطت في الكرنت اسيتس. اللاند هيتحط في الفيكسد بكام؟ ب 900.
اهي، يبقى اللاند اهو اتحطت ب 9 ايه، ب 900. اللي بعده عندك السبلايز، ها السبلايز بكام؟ ب 3000. السبلايز بتتحط فين؟ اهو السبلايز عندك بتحط في الكرنت، معروف رولز، السبلايز بتحط في الكرنت ب 3000. ها اللي بعده البريبايد انشورنس بيتحط في الديبت وبتحط في الكرنت بكام؟ اهو عشان هي ديبت فبتتحط في الاسيتس. فين في الاسيتس؟ في الكرنت ولا في الفيكسد؟ لا من ضمن الرولز، اي حاجه فيها بريبايد ماشي اكروت خلاص بريبايد، باي حاجه بنسميها بريبايد اكسبنس او ان سوري بريبايد او اكرود ريفينيو بيتحط في الايه، في الكرنت اسيتس. فعندك البريبايد assets سوري البريبايد عندك دي تعتبر assets، البريبايد انشورنس المبلغ اللي فاضل معاك اللي انت دافعه فلوس مقدم بزياده، فدي تعتبر assets بتتحط في الكرنت كام؟ ب 100000 اهي، البريبايد انشورنس اكسبنس ب 100000 تمام. عندك البريبايد رنت بكام؟ ب 25 اهي، البريبايد رنت ب 25. عندك الماشينز ب 300، طبعا الماشينز معروفه ان هي بتتحط في الاكاونتنج مش في الكرنت، في الفيكسد اهو ب 300. وبعد كده بطرح منها بقى دي من ضمن القاعده، بعد ان هي لازم الماشينز كان انت كنت جايب الماشينز بكام؟ ب 300، وبشيل منها الاكيوميليتد ديبريشيشن ماشينز، الاكيوميليتد ديبريشيشن ماشينز بتاعتها كام؟ 120. يبقى 120 يبقى كده معناها، يبقى النت ماشينز دلوقتي يبقى سعرها كام النهارده؟ النت ماشينز 180، يبقى 300 بشيل منها 120 يبقى ايكوال 180، ده النت ماشينز بتاعتها. فبالتالي يبقى الاكيوميليتد ديبريشيشن ماشينز دي بتتخصم من الماشينز فين؟ في الفيكسد اسيتس. يبقى انت لما هتيجي تكتب الفيكسد اسيتس عندك الماشينز ب 300 بتتحط في الفيكسد اسيتس اهو، كتبنا الماشينز وبعد كده بطرح منها بشيل منها، بتعمل يو نيد تو ميك ذا ايه، ذا ديدكتد باي اكيوميليتد ديبريشيشن ماشينز ان كريدت بكام؟ ب 120 اهو، بنشيل منها 120 من كام؟ من ال 300. فالمبلغ اللي بيتبقى معاك هو ده النت ايه، النت ماشينز تمام. طيب في هنا بقى ايه تاني فاضل؟ ايه اللي ناقص هنا في الاسيتس؟ طبعا هنا خلاص فاضل هنا الاكرود، ايوه اهي عندك الاكرود كوميشن ريفينيو، طبعا هنا في الديبت كام الرقم؟ 50. طبعا الاكرود كوميشن ريفينيو بتحط في الكرنت اهو، الاكرود كوميشن ريفينيو ب 50000. ها وعندك ايه تاني؟ طبعا هنا الانشورنس اكسبنس دي كانت تبع الانكم ستيتمنت، معلش انا نسيت ان انا ازودها، عامل عليها بولد ان هي احنا اوريدي خدناها في الانكم ستيتمنت، ان اي حاجه فيها اكسبنس في الاكسبنسز بتتحط، اي حاجه فيها اكسبنس بتتحط في الاكسبنسز في الانكم ستيتمنت تمام. طيب كده فاضل حاجه ناقصه؟ لا كده احنا خلصنا الديبت كله. طيب خلصنا الاسيتس كلها، ندخل على الناحيه التانيه في الكريدت. عندك اللون، اللون بيتحط فين يا شباب؟ ديبت ولا كريدت؟ طبعا محطوطه في الكريدت، طبعا في الاسيتس ولا في اللايبيليتيز؟ او في اللايبيليتيز اهي. اللون عندك كام؟ 160 تمام، اهو كتبناه. اللي بعده الاكونتس بيبل ب 40 اتحط في اللايبيليتيز اهو ب 40 تمام، الاكونتس بيبل اهي. اللي بعده عندك الان ايرند فيز ريفينيو بكام؟ ب 50000. الان ايرند دي تبع اللايبيليتيز، الان ايرنت فيز ريفينيو الايرادات الغير مكتسبه اللي لسه انت ما قدمتش فيها خدمه، فدي بتعتبر لايبيليتيز بكام؟ ب 50000. طيب عندك الكابيتال، الكابيتال بتتحط تبع الاونر ايكوتي بكام؟ 1 مليون 260 او حطينا الكابيتال 100 ايه 1 مليون 260. طيب اللي بعده فاضل ايه اللي ناقص؟ عندك الاكرود سالاريز، الاكرود سالاريز في الكريدت عليا فلوس، طبعا بيتحط في اللايبيليتيز ان عليا فلوس او اكرود سالاريز بكام؟ ب 20. فاضل بقى اخر حاجه اللي فاضل، ان طبعا خدنا بقى كل اللي في الكريدت في الترايل بالانس، خلاص نقلناهم واستخدمناهم وحطيناهم، ايه الحاجات اللي بتخص في اللايبيليتيز والحاجات اللي بتخص في الاونرز ايكوتي. الحاجه بقى الزياده اللي انا هضيفها من خلال الانكم ستيتمنت النت بروفيت، الشركه حققت لي نت بروفيت بكام؟ فور ذيس نمبر اللي هي 428، هزودها على الكابيتال.
عشان حضرتك الاونرز ايكويتي اللي هي عباره عن الكابيتال بلس نت بروفيت اور ماينس نت لوس. هي الشركه اساسا الكومباني فور ذيس كومباني حققت لي تو اتشيف ذا بروفيت اور تو اتشيف ذا لوس. لا تو اتشيف ذا بروفيت. يبقى لما الشركه بتحقق لي ذا كومباني تو اتشيف ذا بروفيت هتبقى بلس ولا ماينس؟ بلس. فحضرتك اهي بتاخد بقى بتجمع عليها بلس النت بروفيت، اهي النت بروفيت كامل اللي ظهرت عندك هنا اللي انت عملتها من خلال الانكم ستيتمنت ال 428، عشان كده انا عملتها لك بالبولد عشان ايه ما تنساهاش. اهو عملتها لك بالبولد عشان ما تنساهاش، او عاملها لك اهو بالبولد عشان ما تنساهاش. النت بروفيت اللي هي ما تنساهاش ان هي انت تاخدها منين؟ من الانكم ستيتمنت. فبالتالي حضرتك هنبتدي نجمع بقى ونشوف، عشان في الاخر يطلع البالانس شيت عباره عن التوتال اسيتس ايكوال التوتال لايبيليتيز اند اونرز ايكويتي. نجمع الكرنت اسيتس، جمعنا الكرنت اسيتس طلع معاك الرقم ده. جمعنا الفيكسد اسيتس طبعا ال 900 بلس 180 يطلع معاك الايه الرقم ده. فبالتالي طبعا يبقى ايه؟ يبقى التوتال كرنت اسيتس بلس التوتال فيكسد اسيتس ايكوال التوتال اسيتس. يبقى اجين، يبقى حضرتك لما تيجي تجمع التوتال كارنت اسيتس هتجمع الارقام دي كلها، هيطلع معاك الرقم اللي ظاهر قدامك اهو، ده الرقم اللي موجود عندك، ده التوتال كارنت اسيتس. نفس القصه بالنسبه للفيكسد اسيتس، هتجمع التوتال فيكسد اسيتس هيطلع معاك الرقم ده، ده التوتال فيكسد اسيتس. فبالتالي يبقى هتجمع التوتال كارنت اسيتس مع التوتال فيكسد اسيتس تطلع التوتال اسيتس. الناحيه الثانيه التوتال لايبيليتيز، هنجمع التوتال لايبيليتيز طلع معاك الرقم ده. هندخل على الاونر ايكويتي، هنجمع الكابيتال مع النت بروفيت طلع معاك الرقم ده. فبالتالي يبقى التوتال لايبيليتيز بلس التوتال اونرز ايكويتي يطلع معاك الايه الرقم ده. يبقى الرقم ده يطلع لازم يطلع معاك ذا سيم نمبر باي توتال اسيتس، ان معروف ان البالانس شيت لازم يطلع الرقمين قد بعض، اليمين قد الشمال، التوتال اسيتس ايكوال التوتال لايبيليتيز اند اونرز ايكويتي. يبقى كده انا عملت البالانس شيت بتاعتي. يبقى كده حضرتك، يبقى انا كده حققت المساله الكبيره اللي هي من خلال الادجاستنج انترست. طبعا الجزء الاولاني اللي انا شرحته المحاضره اللي فاتت اللي هي البريبير جورنالايز انترست باي ادجاستنج والادجاست ترايل بالانس، وكملت بقيه المساله طبعا اللي فاضل من الريكويرمنتس، طالب من سيادتك ان انت تعمل الانكم ستيتمنت اند بالانس ايه اند بالانس شيت. طبعا دي المساله الكبيره خلاص اللي هي المساله اللي هي الادجاستنج انترست اللي هي تعتبر منهج فاينانشال اكاونتنج 2 او اكاونتنج او برينسيبلز اوف اكاونتنج 2 اللي هي عباره عن الادجاستنج انترست، ان انا بعلمك ازاي تعمل هاو تو بريبير ادجاستنج انترست باي ذا جورنال اند هاو تو ادجاستنج ترايل بالانس اند هاو تو انكم ستيتمنت اند هاو تو اي بالانس شيت. ان انت ازاي بتعمل ان انت ازاي تعمل هاو تو ميك ذا انكم ستيتمنت، هاو تو ميك ذا بالانس شيت، هاو تو ميك ذا ادجاستنج جورنالايز، اند هاو تو ميك ذا ادجاستد ترايل بالانس. كده يعتبر انا شرحت النهارده اهي المحاضره المحاضره الثانيه السكند ليكتشر الخاصه بالاي ليرنينج، وبالتوفيق كده ان شاء الله يا شباب، وشكرا.